أو بحكي مع السفارة دايركت بس كيف بخلوها تعمل تعهد؟ لا هيك رح يصير بلبلة كتير وهذا الشيء اللي ما بدنا إياه، وما بدنا الناس تصير تحكي بالشركة بالقصة، وما بدنا كل يوم يجي حدا ويضايق المدام. معناتها رح أحكي مع قسم التحقيق. حبايبنا كتار هنيك مدام، بلكي بينبهوه، شو رأيك؟ أنت مكلف بالقضية لحتى تجاوب وتلاقي حلول جبران. أنت مو جاي لهون لحتى تسأل المدام وبتلاقي لي حل تاني غير يلي قلته، وأي تصرف بدك تتخذه بتجي لعندي وبتسألني قبل. خبرك إليك. أكيد. ممكن تتركنا لحالنا شوي؟ أي مدام أنت بتأمري أمر. سيو. سيو. ديالا في شي انا ما بعرفه وانت مخبيتيه علي؟ احكيني بصدق. شي مثل شو؟ بخصوص علاقه معتصم بالقصة. له علاقه شي؟ بتعرفي شي مخبيتيه علي؟ لا مدام، اكيد الاستاذ معتصم ما له علاقه، وانا سبق وخبرتك انه اللي عم يصير كثير طبيعي. بس هو قال لي اليوم كلام مو طبيعي. كلام شو؟ مدام عليا، أنا محامية الشركة وبيت أسرارها، وبيهمني إنه ما في شيء بالكون لا يأثر على الشركة ولا عليكم بشكل خاص. إذا سمحتي، إذا عندك شك بأي شيء أو أي معلومة يا ريت تخبريني كرمال أعرف كيف بدي أتصرف. ما يروح فكرك لبعيد، هو اللي قال لي إياه مجرد كلمتين بس ليستفزني، بعتقد وصل للي بده إياه. بما انه حضرتك هلا عم تحكي معي بصفتي غير اني محاميه بالشركه، فيا ريت تخبريني شو اللي قال لك اياه حتى اعرف شو اللي خلاك تقلقي كل هلا. انا اول مره بشوف حضرتك متوتره لهي الدرجه، وتعتبريها نوع من انواع الدردشه، فيكي توصفي فيني. اوكي انا عم نفذ الاوامر. لا 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 هيك ما بصير. الامور القانونيه لها ترتيب وطريقه تفكير خاصه كتير. هذا الشيء اللي عندكم انتم اللي عم تعملوه شغل هواة. انت برايك بس الامور القانونيه بالشركه اللي فيها هيك مشكله؟ تعا شوف عندي عدم تنظيم واهمال، تعرف حتى الاشياء اللي انا بعملها بدها على القليله 5 موظفين ليقوموا فيها. فهمانك كتير منيح، انت بتشتغلي وبتتعبي والصيت بيروح لغيرك. تماما. عرفتي ليش انا بقول لك انه انا وياكي ممكن نكون كثير رفقات او اكثر كمان؟ شو قصدك باكثر؟ ولو رنوشه ان اللبيبه من الاشاره. شو عندنا اليوم المساء؟ حسب لوين ومشان شو. هلا لوين؟ لوين ما بدك، بس شو الموضوع؟ بدك توافقي اول شيء على العزيمه لاقول لك شو الموضوع. خلصت صديقتك. طيب لك انا بستنى تليفونك، اوكي يلا باي. باي. يلا. بس مشان تكوني بالصورة يعني. أنا ما حبيت الطريقة اللي حكيتي فيها معي جوا أبداً. والله يا عزيزي ما لقيت طريقة تانية بتناسب إني أحكي معك فيها غيرها، خصوصي بعد إنه أنا بدي رح روح حبايبنا كتار. شو يا ليكي، صحيح أنت اللي جبتي لي الشغل بس أنا ما بشتغل عندكم. أنت بتشتغل عندي، أنا هون المديرة القانونية بالشركة هاد أولاً. وتانياً؟ ثانياً حركاتك ما حدا بالكون كله حافظها قدي، بالتالي هاي الحركات ما بتزبط إنك تعملها معي. ثالثاً ألف معقب معاملات ببوس الأيادي لحتى يكون محلك. باي مدام. يعطيك العافية. فكر ورد لي خبر. كيفك؟ وينك؟ يلا أنا
عن جد معتصم؟ حاسة حالي ما عم افهم شي أبداً. عم حسك إنه أنت قاصد تبين كل شي، فيني افهم؟ أنت لعلك عم تحكي؟ أوكي. إذا بتريد تفسر لي ليش هيك حكيت مع أمك؟ معقول بتروح بتقلها مجرد بنت أنا قاتلها أختها؟ معقول؟ أنا وصيتك إنك ما تستفزها، بتروح هيك بتعمل؟ أنا ما فيني ضل عم رقع وراك، في شغلات ما بقى بتتظبط. كلمة وحكيتها شو صار يعني؟ اللي صار إنه معتصم لهلأ أنت آخذ الموضوع إنه هو لعبة. اللي صار إنه أمك إجت وسألتني إذا أنا مخبية عليها شي وأنا قلت لي إياه. اللي صار إنه لأنك حبيت لعب المرة الماضية بالتحقيق كنت عم بتأكد شكوكه للزفت اللي عم يحقق بالقضية. معتصم بليز فيني أفهم شو في براسك؟ ممكن تتفضل علي وتقلي بشو عم تفكر؟ ديالا أنا إلي علاقة شي بموت سالو؟ أنا ما عاد عم أفهم، هلأ عم تسألني لإلي؟ جاوبيني، إذا سألتي يعني شو قناعاتك؟ شو بتجاوبي؟ أكيد لا، لأنه إذا إيه أنا وأنت بدنا نروح بخبر كان. هذا المهم ديالا إنك تكوني مقتنعة. أوكي. لأنه كلامك وتصرفاتك كتير مهمة. أوكي؟ خلص سكري على الموضوع، أنا كتير جوعان، خلينا نطلب العشاء بعدين نطلع نعمل لفة بالسيارة، دا نفسي حابش هوا. ماتر ولا بعرف عنه. سمهر، وين الوراق تبع دعوة جاد الحموي؟ ماشي يلا خلص لا تتأخر بكرة. الوراق عند مدام ديالة بالدرج والدرج مقفول. ديالة وينك لهلا؟ أول شيء تاني شيء في الوراق تبع دعوة جاد الحموي عندك بالدرج مضطرة اليوم مشان جلسة بكرة، ودرجك مقفول، شو ساوي أنا؟